مرحبا متابعين قناة تغيير، كل عام وأنتم بخير وربنا يحقق الأماني. في الجزء الأول والثاني من سلسلة تعلم التطريز باستخدام برنامج سو آرت، قمنا بتعديل حجم الصورة وألوان الصورة، واليوم إن شاء الله بنحول الصورة المعدلة إلى ملف تطريز. بترك روابط الفيديوهات الجزء الأول والثاني في الكومنتات تحت حتى تتابعوا السلسلة من البداية. تابعوا الفيديو للنهاية وما تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس. في الجزء الأول والثاني من سلسلة تحويل الصورة إلى تطريز باستخدام برنامج سو آرت، قمنا بتعديل حجم الصورة وتعديل ألوان الصورة. اليوم بنقوم بتحويل الصورة المعدلة إلى ملف تطريز. لتحويل الصورة إلى ملف تطريز يوجد خيارين، الخيار الأوتوماتيكي والخيار اليدوي. الخيار الأوتوماتيكي فيه تتم تحويل كل الصورة أو الجزء الشفاف من الصورة. أنا بفضل الخيار اليدوي لأنه فيه بقدر أحدد كل جزء على حدة، وأقدر أتحكم في نوع القرص وأشكاله، ويكون لكل جزء من الصورة نوع شكل محدد وطول قرصة معينة. عندنا ممكن نملأ الصورة كاملة أو نملأ الحواف أو الوسط أو نعمل أبليكلي للصورة. في الآن الصورة الحالية بنعمل ملء كامل للصورة، وعندنا هنا الفرق بين القرص أو المسافة بين القرص، هنا حجم الحد نفسه ممكن نصغره أو نكبره ونزيد الحجم أو نقلله بأي طريقة ممكنة. عندنا هنا الأنجل للصورة أو الزاوية الصورة، ممكن تكون 45 درجة زاوية التطريز أو 90 درجة أو 0 على حسب القرص اللي بنستخدمها وطريقتها. ممكن تكون 45 90 0. في البداية بنستخدم الصفر. هنا بمجرد ما لمسنا أو اخترنا القرص يوجد قرص مختلفة على حسب أشكال ودوائر مثلثات أشكال حيوانات مربعات، ممكن نختار أي قرصة ملائمة، لكن كل ما نغير حط شكل القرصة كمان بنغير المسافات بينها على حسب الشكل. هنا اضطرت اوتوماتيكيا وتغيرت كل الألوان الصورة. لكن نتيجة التطريز كانت انه كل القرص بمستوى واحد بشكل واحد، فبنعمل ديليت لكل التطريز الموجود ونبتدي نشتغل يدويا.
بعد ما قمنا بعملية إلقاء التطريزات الأوتوماتيكية، بنقوم إننا نعمل تطريز لكل جزء. الأول بنختار اللون الأسود ونعمل تطريز للجزء الخارجي، وبعدين للعيون والحواجب، بنحاول إن نغير الاتجاه للقرصة أو نختار قرص نوع ثاني. الأول نختار نفس القرصة ولكن بنحاول إن نغير الزاوية، نختار 45، نعمل نحولها إلى تطريز الألوان الوردية ما عدا الفستان، بنتركه لأنه هنحاول نغير الرسمة نفسها. نرجع مرة تانية للصفر، الزاوية العادية صفر، اتجاه العادي، نقوم بتحويل الإيدين إلى تطريز، الوجه، الأرجل، اللون الرمادي، وبصار هنا اتجاه التطريز اتجاه عادي، نختار صفر. الآن بنحاول نختار رسمة ثانية للفستان، نختار على شكل قلوب، ظهر اختلف التطريز هنا، صار على شكل قلوب صغيرة. والآن عندنا التطريز اللون الوردي واللون الأبيض واللون الرمادي والأسود، فنحفظ الرسمة أو الآن ملف تطريز نحفظه. بعد ما انتهينا من عملية التطريز بنقوم بنحفظ الملف التطريز، لكن ننتبه انه نحفظ باسم باللغة الانجليزية لان المكانة ما بتتعرف على الحروف العربية، فبنحفظه كملف عادي، وبعدين مرة تانية بيتحفظ على حسب الصيغة اللي بتتعرف عليها المكنة. لكل مكنة عندها صيغة معينة بتتعرف عليها، مثلا سنتر اكس اكس اكس. تمت عملية الحفظ بنجاح. بتظهر لنا الملفات على سطح المكتب. بنفتح الملف، بيكون فيو الألوان، عدد الألوان، عدد القرص، حجم الملف نفسه، والملف الثاني هو اللي بيتحفظ في المكان. انتهينا من تحويل الصورة إلى ملف تطريز وحفظها، والفيديو الجاي إن شاء الله بيكون عن طريقة نقل الملف التطريز إلى الماكينة وكيفية إن الماكينة تتعرف عليه. وأتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو. شكرا جزيلا لكم.